السلام عليكم يا بنات متابعات قناة جمالك بالوصفة، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير واموركم كاملة هنية وانتوا بتشوفوا وصفة اليوم. حبايبي لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يلحقكم جديد الوصفات وتكونوا اول ناس تشوفوها. بالنسبة لوصفة اليوم، وصفة رائعة لزيادة الوزن وتسمين الجسم بطريقة طبيعية. اكيد يا بنات المكونات اللي هنضيفها النهاردة مكونات كلها طبيعية موجودة عندك في المنزل، وهقولك على كامل الاسرار علشان الوصفة تنجح معاكي وتعطيكم افضل النتائج. هذه الوصفة مذهلة، نتيجتها رائعة خصوصا لو طبقتوها بنفس الطريقة وبنفس المقدار. تبدأ نتيجتها في الظهور بعد اليوم الثالث على حسب التجارب والبنات اللي جربوها. من اليوم الثالث لاحظوا الفرق في الجسم بتاعهم. صدقوني يا بنات تابعوا الفيديو للآخر علشان تتعرفوا على كامل النصائح والأسرار وعلشان تنجح معاكم الوصفة. مع العلم ان الوصفة سهلة جدا جدا وهتتحضر في ثواني فقط. اذا على بركة الله نبدأ المقادير وطريقة التحضير. اولا يا بنات هنبدأ نجيب حلة او قدر يوضع على النار او قابل ان هو يوضع على النار، ثم نضيف المكون الاول والاساسي هو اليانسون او بيسموه في الدول العربية حبة الحلاوة. هبدأ اضيف 2 معلقة صغيرين تكون مليانة من حبة الحلاوة او بيسموه اليانسون. اليانسون رائع 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 لانه بيعمل على ازهار المناطق الانثوية في جسم الست، وايضا بيعمل على نفخ الخدود. مرة اخرى انصحكم بحبة الحلاوة، مكون طبيعي 100% بيعمل اول شيء على ابراز المناطق الانثوية وهتحصلوا ان شاء الله على الجسم المرغوب. هي ايضا تقدر تشتروها من عند العطار او من عند العشاب، سهل الحصول جدا عليها. اما بالنسبة للمكون التاني هبدأ اضيف 3 معالق صغيرين من فول الصويا، تقدروا كمان تشتروه من العطار او من العشاب. بعدها تجيبوه وتبدأوا في طحنه للحصول على هذه النتيجة. بالنسبة لفول الصويا معروف انه من اكثر المواد التي تزود الجسم بالبروتين اللازم، وله مقدار عالي جدا من الفيتامينات، وايضا بيعمل على فتح الشهية بصورة طبيعية وطريقة طبيعية، وبالتالي بتاكلي كمية كبيرة من الطعام وبهذه الطريقة هتسمني. نضيف المكون الاخير وهو حب الرشاد. حب الرشاد مهم جدا في الوصفة وهو متواجد عند العطار. هبدأ بإضافة 2 معلقة صغيرين تكون مليانة من حب الرشاد، ولكن حذاري يا بنات تخلطوا ما بين حب الرشاد وما بين بذور الكتان، لان تقريبا كده بيبقى شكلهم هما الاتنين بيبقى شكل بعض، نفس اللون ونفس الحجم تقريبا. بالنسبة لحب الرشاد مفيد جدا جدا للجسم وهو صحي بشكل كبير، ينصح به الاطباء لان فيه قيمة غذائية كبيرة جدا وفيه كمية كبيرة من الفيتامينات والكالسيوم والسكريات وايضا الحديد. تقدروا تبحثوا عليه في الانترنت علشان تتأكدوا من فوائده وعلشان تتأكدوا كمان من الوصفة. ثم نخلط المكونات ونضع عليهم حوالي 2 كاس كبير من المية. بعدها في هذه المرحلة هنبدأ بوضع جميع المكونات على النار، وزي ما دايما بقول لكم لازم ومن الضروري علشان الوصفة تنجح معاكم تكون النار هادية. لو وضعتوها على نار قوية المكونات هتفقد القيمة الغذائية بتاعتها والوصفة تفسد وتكون غير ناجحة. بعد الغليان بحوالي 2 دقيقة ابدأوا اطفوا النار على المكونات. ضروري ضروري يا بنات بعد 2 دقيقة اطفوا النار، لو خليتوها اكثر من كده حب الرشاد هيصبح قوامه مثل الجل زي ما انتوا شايفين كده. هذه هي النتيجة اللي حصلت عليها 2 دقيقة فقط بعد الغليان. لو تركتوها اكثر سيصبح القوام جل وصلب وهتفسد الوصفة. في هذه المرحلة بعد ما خرجوا كامل الفيتامينات نقوم بتصفية المكونات، ولكن بشرط يكون جميع الخليط او جميع المكونات ساخنة، ما تخلوهاش تبرد ابدا.
لو خليتوه يبرد او خليتوه يسخن اكتر من المدة اللي قلتلكم عليها، هتكونوا مجبرين على استخدام قطعة قماش او جوارب نظيفة ومخصصة لهذه الاستعمالات، والامر طبعا هيكون صعب جدا ومضيعة للوقت. فعلشان كده اسمعوا الكامل النصائح وصفوه وهو ساخن. ثم بعد كده بعد تصفية جميع المكونات هنضيف عليه مكون أخير، ودي حاجة اختيارية، وهو السكر. تقدر تضيفوا 2 معلقة كبيرة من السكر أو معلقة واحدة من السكر، دي حاجة طبعا ترجع ليكم على حسب المزاج. في ناس بتحب السكر يكون كتير، وفي ناس بتحب السكر يبقى قليل. وصفة اليوم سهلة وبسيطة ونتائجها أكثر من رائعة. عملنا بيها مشروب الأنسوي السحري والعجيب لما فيه من فوائد خيالية للجسم. أما بالنسبة لطريقة استعمال المشروب، يشرب كأس قبل النوم مرة واحدة في اليوم لا أكثر ولا أقل. طريقة بسيطة جدا، بعد العشاء خذوها وداوموا عليها. لازم الانتظام على الوصفة علشان تجيب معاكم نتيجة كويسة. أتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، أتمنى تكون وصفة اليوم عجبتكم. لو شايفة إنك استفدتي وحتى لو بجزء صغير جدا من الفيديو، اعملي مشاركة للفيديو مع كل أصحابك مع كل حبايبك. لو حد عندك بيعاني من مشكلة النحافة، أو حد عندك داخل على مرحلة الزواج، عروسة مقبلة على الزواج وبتعاني من النحافة الشديدة، ما تنسيش تشارك الفيديو معاها بنية الإفادة إن شاء الله. كمان لو عندك أي سؤال بخصوص الوصفة دي أو بخصوص وصفات سابقة، اكتبي لي عن استفسارك عن تعليقك في التعليقات تحت، وإن شاء الله هرد عليكي. لو جربتوها من قبل وتعرفوا النتيجة بتاعتها، اكتبوا في التعليقات علشان البنات تقرأ تعليقاتكم، وعلشان البنات تستفيد من التجربة. ولو ما جربتهاش، اقولك دلوقتي روحي جربيها، خصوصا الناس اللي عندهم نحافة زيادة طبقوها بنفس الطريقة وبنفس المقادير، ومن اليوم الثالث ان شاء الله هتحصلوا على نتيجة كويسة. على حسب التجارب والبنات اللي جربوها من اليوم الثالث لاحظوا الفرق في جسمهم. صدقوني يا بنات، وصفة حلوة جدا جدا، اتمنى تجربوها واتمنى تعملوها. بكده يكون فيديو اليوم خلص. ما تنسوش الاشتراك في القناة من المربع الاحمر المكتوب تحت الفيديو، مكتوب عليه كلمة اشتراك بالاحمر، وفعلوا زر الجرس المكتوب الموجود جنب علامة الاشتراك علشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة والحصرية ان شاء الله. اشوفكم في الف خير والف صحة، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.